لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. هذا ما قررته النيابة في حق عبير موسى. أذن طور اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة رئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسى على عميد القضاء تحقيق المحكمة لاستنطاقها من أجل تهم الاعتداء المقصود منها إثارة الهرج بالاضطراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل. وحضر رئيس الفرع الجهوي المحاميين وأكثر من 20 محاميا إلى مكتب عميد القضاء التحقيق لتقديم إعلامات نيابة في حق عبير موسى والترافع عنها بخصوص التهم الموجهة لها. كانت هيئة الدفاع عن عبير موسى قالت في وقت سابق أن موكلتهم تعتبر محتجزة بصفة غير قانونية، موضحين أن الوكيل العام لم يتلقى أي إشعار بخصوص عملية الاحتفاظ بعبير موسى. أوضح الترخاني أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس أذن اليوم لوكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي ضد عبير موسى تبعا للأفعال التي قامت بها بتاريخ 3 أكتوبر الجاري والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون. وأضاف أن عميد القضاء بالتحقيق بمحكمة الابتدائية في تونس تعهد بالبحث في المسألة بعد استنطاق عبير موسى. وأوضح أنه تم إيقاف موسى عشية الثلاثاء من أمام مكتب الضبط بقصر الرأسي بقرطاج حينما كانت بصدد إذاع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي.